مشاهدونا في كل مكان، تحية ومحبة واحترام، تحية مسائية لكل مشاهدينا وكل متابعينا عبر هذه الظلال الوريفة وهذه الظلال الندية. نلتقي مجددا وجديد الفقرات من خلال هذه الأمسية، وتحية لكل اللي بتابعونا في كل بقعة في السودان، تحية مسائية، تحيتي مقرونة بالتأكيد مع فريق عمل اليوم من ظلال الأصيل، ودائما بتمنى لكل المتابعين وكل المشاهدين بداية أسبوع موفق. دائما نبتدر بأجمل الألحان وأجمل الكلمات. التحية لكل الأمهات في كل مكان، القابضات على الجنب اللي هما دائما يقدمنا لكل الأبناء ولكل المجتمع السوداني الكثير والكثير لبناء هذا المجتمع الجميل. أهلا بكم مشاهدينا، وأمي الله يسلمك كما تربت. مشاعري وبرضه من هو
وكل كلمات الغرام يا منتهى الرهد مبتدا دعوات صادقات جميلات لكل الأمهات القابضات على الجمر وكل المربيات والطموحات والمكافحات في هذه الحياة الطويلة. تحية لأمي، إن شاء الله ما تشوفي شر وإن شاء الله ما في أي ألم يعني تمر به في حياتك يا رب العالمين. وحنتواصل بالتأكيد وفقراتنا حاضرة، ودائما دوذا الكلم والحرف حاضر من خلال فقرات ظلال الأصيل وهذه الحروف يعني اللي هي دائما بتتحدث عن القلق من خلال المنطقة الممكن تتولد فيها. والدويم والنيل الأبيض مباشرة واحدة من الأماكن الجميلة جدا في السودان، أنجبت شاعر الشاب وهيب صالح الزين موجود معنا من خلال ظلال الأصيل. له التحية والتقدير وأهلا ومرحبا بك. حياك الله يا أستاذة، مساء سعيد عليكم، والتحية لكم والتحية لكل الكوكبة العاملة بقناة الشروق بالأخص برامج ظلال الأصيل. وأتمنى أن أكون بحجم البرامج وبحجم الكلمة التي تنال إعجاب المشاهدي ومتابعي ظلال الأصيل. قبل أنا قلت ألقى الحروف دائما بيكون بينطبق على البيئة المحيطة، والديوام أو النيل الأبيض عموم واحدة من الأماكن السودانية الساحرة بتوفر فيها المعينات عشان الواحد يكون عنده كتابات مختلفة يقدمها للمتلقي أو المستمع. وقبل ما نتعرف على النشأة والميلاد وقبل ما نتعرف على الخطوات الأولى في الديوام، خلينا نسمع أول قصائد نهديها للمشاهد الكريم. أحب أهدي طبعا الأولوية أنا بشوفها للوطن، وإن شاء الله تكون يعني في مقام الوطن وتكون بحجم الوطن يعني، ولو إنه كل شاعر كل ما كتب في الوطن طبعا ما حيجزيه شيء يعني. صحيح. الوطن هو صحيح الوطن. ففي عز الوجع أحاول أدم الجراح بلادي، وأحاول ألتق كفاك المهتك، أحاول أخيط وخيط وخيط وطرز نسيجك ولو كان مفتك، أجمع فتاتك وكمد حروفي وأمسح دموعك نوابت ربيع في روح وردة بتك، نلملم كيانك نسيجا مرتك، وآه يا مآسي 200 المداين حنين بتعاين رحل الجناين، دخان الكماين وعمال بواديك تبني مفرتك، بلاد حبيبة أحرق قطارك وضجة مطارك، بحلو مزاج إذا الغربة طالت، إذا الفرقة حالت وينفك حصارك وغيد انكسارك، وكل الحدائق أشوفها بتغني بروح طفلة ضاحكة وروح أم حنونة وروح أب مثالي وروح أخ مصونة وروح جد بيحكي وحبوبة بتضحك، وجيران يفقدوا العزيز في ضرهم، بحبك تكوني مداءات شواسع والوادي واسع، يشيل كل زول اتكاءات تنادي على كل زول في الهجير، يا بلادي في صفحة سماكي وهواكي المعتق، يا رب انعتاقك يكون مية مية، وفي كل يوم لك من التحية، وفي كل يوم لك مليون تحية. مليون تحية، سلام لكل من يحب السودان وكل من يكتب لهذا الوطن الكبير الممتد والمختلف الثقافات والأعراف. ودائما رغم هذا الاختلاف يعني ممكن يكون سحني، لكن بيجمعنا هذا الحب الكبير، حب السودان. وأنا بكون فخورة بأي شاعر شاب بيبتدر كتاباته للوطن
خصوصا احنا السودان محتاج مننا الكثير، يعني محتاج لدعم شعريا، محتاج لكل المحافل او كل ضروب الفن ممكن هي تقدم رساله في حب الوطن وفي حب السودان. وهيب صالح، يعني البيئه المحيطه كلها تاثير. وانا كلمت عن الدوام قلت واحده من الاماكن الساحره، وثاني قلت على حاجه جميله جدا، يعني تحدثنا عن الجبنه المضفره يعني. فاحنا دائما لما نزول يمشي الدوام بنقول له لنا مع جبنه مضفره. التحيه لنا في الدوام وتحيه لك، واحكي لنا عن النشأة والميلاد وشكل التكوين الشخصية والدعم في الكتابات في الدوام. الميلاد في مدينة الدوام أبو يابرة. يا سلام. أبو يابرة. وبعد ذاك برضو يعني تنقلنا من المدينة إلى الريف، ريف الدوام بالضبط منطقة البنوناب. والبنوناب منطقة طبعا يعني ذات مناخ يمكن يكون شبه سافنة، شبه سافنة المناخ سافنة، ومناخ طبعا اللي هو نعم من الشرق بحدة اللي هو نهر موسمي. دي منطقة البنوناب أو غرية البنوناب، ومن الغرب طوالي منها في ترعة كده بتجي مربوطة بحبل، وترعة يعني بحجم النهر الموسمي. فمنطقة بصراحة يعني جميلة شديد، وفيها الرعي وفيها كل شيء، يعني فيها يعني أنا بتذكر يعني إنه نمشي شجرة حبوبتنا هناك ونقعد على الشاطئ إحساس بحجم الدنيا يعني. كل شيء فيها يعني، كل شيء فيها يعني الخضار بيئة يعني محفزة جدا لأنك تكون زوج صحي بالضبط كده، وعندك في كده. فالخضار ملكات يعني، في حاجات جميلة شديد، شكل الخضار، شكل البطيخ على الارض كشكل العجور كده، يعني حاجه كده لما ايوه حاجه كده عجيب، دي بتخليك انك انت ممكن تشكل جواك احساس ممزوج بالطبيعه، ايوه في او بيئه الطبيعه اللي انت عايش فيها او البيئه اللي انت عايش فيها، دي بتشيلها معاك طبعا في ادواتك، وبتشيلها معاك في الكلمه في ذاكرتك وفي احساسك بالتاكيد، ودي ذاتها بتكون عجينه منك وفيك. صح، البيئة الريفية بيئة جميلة، بيئة محفزة، يعني النقاء الموجود زي ما انت تحدثت سواء كان في شكل الزراعة ولا في شكل الرعي ولا في شكل التفاصيل الحية البسيطة السودانية، يعني شكل الأم في البيت في الوقت ده مثلا خدت الطبخة بتاعتها في كان عادي يعني، أو الشاي أو الزلابية، التفاصيل الجميلة دي، وبعد ذاك تمشي تشوف الزراعة على الطبيعة وتشوف الرعي والتفاصيل الجميلة اللي بتكون فيها تكوين للشخصية منذ الطفولة، والزول فعلا بيشيل معاه أدوات. أنا بقول إنه البيت دائما بتطلع منه البيت الصحي والمعافى والطبيعي وفيه التربية السليمة، بتطلع منه مواهب إبداعية. أكيد طبعا. أكيد. لا لا طبعا أكيد بتبقى طبيعة. دعمك في الأسرة في مشوارك. طيب. إبداعي. جميل. في البداية طبعا هي كانت كتابات رصاصات على الورق. مهمله. ليه؟ لانه كان الكتابات خجوله، وكنت باخذ زاويه في البيت برايي كده على سنه ما في زول يعرف انا بكتب في شنو، يعني كانت الكتابات كلها خاصه خجلة منك كانت خاصه. فكان صديق الناس كله اجي اقول لهم انا كتبت شعر، طبعا هم بيكونوا مشغولين، بقول له قلت شنو؟ بقول لهم انا كتبت شعر، بقول يا سلام كيف كده؟ قول لنا. بقول كلمه كلمتين، بقول له هاو ثاني، طبعا ثاني دي ما في لانه البدايات اصلا بيكون هي عباره يعني مداخل، مطالع او مداخل او مقاطع، ايوه. فبقولوا لي كمل كمل خلاص كمل. وفي البعض منهم طبعا بقول لك يا خالي هلا في زول كذا كان مؤمن بيك، لكن او عادي تطلع منك حاجه يعني الوالده بصوره او باخرى. لا تحيه. اخوي الاصغر مني برضه يعني كان كل ما قرينا نص يصفق وكان مشجعني. في صديق النص يعني اكثر من شخص واحد، انا بذكر وليد منزول لانه صاحبي الشديد يعني، وكله ما اكتب نص انا كنت بقعد معاه استاذ يعني انا من هنا اقول له يا اخي مساء الخير، استاذ برضو حذيفه محمد احمد الامام كريوس برضو كان ناقد يعني، وانا استفدت منه في حاجات كثيره، وبرضو استاذ احمد سعيد النور وربنا يرحمه هو برضو يعني كان برضو شكل لي اضافه كبيره جدا جدا.
فالبداية طبعا بعد ذاك المفردة أخذت نقلة يعني كل مرة بعد ذاك الحياة يعني بتطلع اي بالضبط كده. انت كبير كلمت لي عن قصاصات ومداخيل لأبيات شعرية أو مطالع شعرية. طيب لما تقول لي قصاصات الجميع معناه انت عندك كم نوع من القصائد في هذه القصاصات؟ بالضبط كده. لما يكون في كم نوع معناه في هذه القصاصة اكتمل القصيدة. نعم. في حاجة تانية يعني الوالدة هنا من هنا يعني بحييها وبقولها إن شاء الله أنت كل يوم بصحة جيدة و عندك لها حاجة هدية؟ الوالدة طبعا هي أستاذة وتدرس يعني الرياض الأطفال الصغار وكل ما صباح بعين في الأطفال طبعا بيستزوني يعني بالأنعيم بتاعتهم. فكنت بحاول قلت يعني اساعد الوالده في شيء انا اقوم اصنع حاجه جديده ده في بدايه كتاباتي. بتذكر والله نص طبعا ما نسيته لانه ده انا اول نص كتبته كان في ما حافظه كله اي رصاصه منه. طيب نسمع. بتقول طيب جارتنا ربابه كوكو بابا وكم مرات كوكو كوكو يا سلام فتحنا الباب ولقينا اصحابه شايلين ورده ومعاها كتابه جارتنا ربابة والباقي ما حافظه طبعا لانه طارد على الفتره. لكن نسمع قصيده ثانيه تكون طيب. مثلا من الكتابات الجميله المرتبطه بفكره او مكان او زمان. جدا طيب وفي الخاطره زول شاعر جميل اتوارى خلف صدى الكلام اللي قاله مكتوب صوت وصوره ودندن ابو لحن اغنيات تتوارى صورته مع القمر مرات يتاوي بين سحابتين للمرايات اللي بتسن في الغرف طرف الشعاع يخطف خيال اللمحة من ركن المحال يرسم ملامح القمر في الحيط القديمة في الظلال الداس نجم الطرفة عن كل الجهات تاوق علي بين السحاب ضاحك بفاطر المبتسم فتح شبابيك الطيوف ولع شموع الروح خروف فانوس عيناته البشع نعسان ومليان امنيات ضاهس ضاه السحر طيف الهيع خطف البحر كان وعد به قبل شهر والعزله من اول رجب كحل شعاع القبله نور العابر اللمح العتب غاب واحتجب اخر رجب رسل رسائل الشوق دموع الزوج جميل جم الحكايات الضرو سمر الحياة فقع السحاب ضو وانكسر شتى الرزاز غسل أثر خطواته في السكة الخريف دق دق جواي إحساس شفيف دق الدنب كلماته زي طعم العنب يا سلام حفلة ورقص صفقة وكمان صوت ساكسفون وكورديون يملى الحنين وينفخ شذا ويا حبذا زول زول مستحيل زول لا تباريح لا عزا زول يا سلام فرحة وسلام جمل حروف الكون غنى وقبال سنة لاقاني في أحسن ظروف لا لو على هم لا ضنى وزول جد سبات زول جد سبات زول تحية والتقدير تحية والتقدير شكرا على هذا الكلمة الموزون يعني جبري تحدثت لي عن بيئة جميلة جدا في الدوين بشكل خضرة وجمال وده طب غالب يسوقني لأنه الزول اللي عنده ملكة خاصة أو ملكة إبداعية خصوصا اذا كانت شعريه ممكن المكان يستفزه ممكن تكون في حاجه بتستفزك عشان تطلع الطاقه الابداعيه جواك اكثر الحاجات اللي خلتك انت تكتب شيء او نقول استفزتك شيء علاقه السحاب بالارض يعني انا كان تربطني علاقه ما بين السحاب والارض كنت قاعد بيناتهم الاثنين في تعاملات طويلة يعني بين المسافة دي أنا كبير شديد يعني بالضبط كده ده خلاني دائما حتى يكون يعني في كتابتي دائما تناول السحاب مع الخضرة مع الحاجات دي الطبيعة في النهاية الطبيعة هي اللي استفزتك أي بالضبط كده فهي بشكل وجدانك يعني العلاقة هي علاقة وجدانية مكانية فهو بشكل وجدانك بشكل فيك حاجات كثيرة جدا جدا وطالما هي الفكرة جواك والشعر برضه هو احساس جواك بالتاكيد له صله بالبيئه اللي حوالينك والادوات اللي انت بتتناولها في النص بتاعك دائما يعني الزول اللي بيرسم
صورة ذهنية يعني، أو بيشوف شكل معين دي احنا بنقول عليه دايما، أو يعني بعلم النفس دي من أنماط الشخصية البصرية. دايما الشخصية البصرية هي مبدعة، لأن في البداية بتنسج على الخيال ومن ثم بتكمل. يعني غير السمعية هي بتكون أكثر انتباه مثلا للحاجات ممكن يكون فيها سمع أو خيال. نعم فعلا البصرية الشخصية، الشخصية البصرية فعلا هي شخصية بتركز دايما أبدا على الصور، على الحياة دايما أكثر إبداع يعني. نعم تهتم بتفاصيل الصورة بالضبط. المشاركة في المنتديات، يعني أنا عرفت برضو أنت في بداية كتاباتك كان عندك مشاركة في المنتديات، وأنا بفتكر إنه دي واحدة من الحاجات اللي بتدعم الكتابة عند الزول، لأنك بتلقى في زول بيستمع لك وبيكون في نقاط طبعا. نعم. وفي زول بينصحك. نعم. المشاركة المنتديات، المشاركة في منتدى حسن الزير المراحل، و يعني دلاني على الأستاذ محمد سعيد النور، وقبله أستاذ حزيفة برضو. ف يعني أنا كنت من رواد المنتدى، والمنتدى طبعا فيه نقاد وفيه ما شاء الله فيه ناس غامض ممكن يقدموا لأي زول يعني بعض الوسائل اللي هم ممكن في النهاية خطوات صارت تمشي بها ويصل بإذن الله إلى القمة بتاعت الهرم بتاعت الإبداع. يا سلام. فمن ضمن النازل يعني الشامي، استاذ الشامي، استاذ عوض الله عبد الله، واستاذ حتى يوسف الرضي برضو يعني مؤخرا انا كان لقيت يوسف عبد الرضي الشيخ. هذول كلهم اساتذه يمكن يضيفوا لزول اي شيء، وبعد ذلك بكل النقدي بوسائل النقدي كل مقومات النقد، وناس يعني ممكن نقدم لك كل شيء جميل. انت بعد ذلك زي ما قلت لك تقدر بخطى ساطة تصل للهرم بتاع الابداع بتاعك. ف كثرة ما نحن بنجي المنتدى في حاجات بتستفزك، يعني في زول يجي كتاب طبعا ايديشك يعني تكتب نص على سنك انت تيجي تقراه، بتلقى في زول مثلا يعني مثلا جلال المازري تحية له يعني قال من طينة السماء انتي، من نور المائكة انفلقتي، من هالة العرش انطلقتي. يا سلام. شيء يستفز اي انسان. صح. مثلا ثاني شو القام يعني تحية له قال له مركت عريان في الخريف لقيتني غير لبسته. يعني يعني ناس لما غير طبعا طوالي بأثر فيه. ايوه بالضبط كده بالضبط كده. نعم. ف كل ما نجي المنتدى طبعا تستفزنا هاي الواحد يمشي بيعمل حراك بينه وبين نفسه على سنه المره الجايه تحدي واي بيكون في تحدي بيصنع حراك ما بينك وبين نفسك وبين الناس الثانيه. دراستك في الجامعه للغه العربيه والتخصص ده طبعا بيدعم كتاباتك الشعريه بالتاكيد، لانه يعني دائما الانسان لو دعم الكتابات دي بلغه عربيه صحيحه رصينه انا بفتكر انه هو بنافس وبكون قدام، حتى لو في مشاركات خارجيه بتكون المخارج اوضح، الوزنات اوضح بالنسبه للمتلقي. نعم دي ممكن تكون هو لكن بعد ذلك طبعا بتصل الحاجة دي بالعلم. لكن بتبقى الموهبة بتحتاج يعني مثلا أنا انعكاس لآخرين أو أنت انعكاس للعالم، العالم انعكاس لي بالضبط. بعد ذلك الناس بتضيف لك الحياة، وأنت العلم اللي عندك ممكن تصغر الموهبة بتاعتك. صحيح. أي في أنك أنت يعني بعد ذلك تجود الموهبة موجودة، لكن أنا كيف أقدر أطلعها وأثقلها؟ وكيف أقدر يعني أديها المقومات حقتها يعني بالضبط، خصوصا إذا كانت كلمة عشان أنا أقدمها في صورة رسمية بالضبط كده. بعد ذلك تكون الكلمة ذاتها عندها رسالة يعني. صحيح. حتى أنت الشيء اللي بتكتبه لابد يخدم الإنسان. وبعدين إحنا عندنا مشاكل كثيرة في البلد يعني. حتى الكلمة ذاتها بتحل. صحيح. يعني بتحل يعني أنا بقول إنه مشاكلنا بس حاليا مثلا زي مؤخرا خطاب الكراهية يعني في السودان في أماكن مختلفة في ولاية السودان كان في خطاب بتاع كراهية، إحنا دايرين نموذج ممكن نستخدم المقاطع الشعرية، ممكن نستخدم الموسيقى طبعا ممكن. طبعا طبعا احنا مشاكلنا يعني بحس انها كثير بالقناة هي مشاكل ثقافية. معلومة يعني الناس ما بتعرف بعض ده بالضبط كده. مشاكل ثقافية يعني كان فرانسيس فوكوياما كانت تتحدث عن صدام الحضارات. تحت الكلام ده بتلقى فيه صدام بتاع الثقافة داخل السودان، يعني الناس لو كانت بلورت الحاجة دي على اساس انه تدعم الشيء ده بصورة بتاع التعايش السلمي على اساس انه الناس كلها تتعايش سلميا وفي
في النهاية الناس العقد دي والهنا دي تزللها وتفكها يعني. كويس. فالمثل محتاج انه ناس الثقافة ككتل تخصصية يقوموا بالجانب ده يعني. مشكلة السودان مو مشكلة سياسية على الإطلاق. مشاكله كلها ثقافية. كويس. انا بفتكر انه ده بيجيب زي اي زول بيعتز بنفسه بمنطقة. اي نعم يعني في بعض انا ما يتكلم عن الشعر مثلا احنا طيب ما في مشكلة. ده برضه بيجي يعني احنا طيب ما في مشكلة. احنا بنبلور احنا بزيادة. صحيح. ونخليها تحل بدل هي تعقد تحل. صحيح. يعني ففعلا يعني السودان تلقى انه مشاكله ثقافية محتاجة من الناس. نعم. صحيح. طيب انا يعني هتكلم عن واحدة من القصائد اللي ممكن تكون انت برضو كتبتها وكان فيها دعم كبير جدا من خلال رسالة للمجتمع او للشباب عموما. طيب. او كما تشاء يعني كما تحب. جميل. نص يعني تكلم عن قضية انا اعتبر انه يعني بالضبط كده انا عندي مشكلة بالحفظ لكن خليني اديك انا على زوجي. ما قلت لك كما تحب. اديني على زوجك. شفتي ورا الغيمة بتشخط في كبارات الحلم وابد تولع شماتك واخر صغار وقع فشت شرط السحاب فضح وجهه وخصتك جريت توبك ريت غطة في الضواحي النايم لحظة تجليك للوهم وفي انتظار رحشة ودخول نسمة تلامس في ملايات الرهاف صلف الشبابي بفسر شهقة إحساس ندم أو في انتظار شارة نجيم تجلل الوعد الكفاف يا ابنية ليلك يضلهم ويا ابنية في حكر الضرب وطول انتظارك للقمر ورسائل الجيف والرحيق تصير تفاصيل مو اللي مو سافرنا عينيك صدقي لما كشف محيا الضحى رجع المطر تسكار قديم من ود عيونك للأرض من عرضة الاستواء انشقت السماء اتجاهين شك عصف بخمارك الأخضر على حدك الشمس وشك كل ما جرينا طرفه عليك حالف اترتق وفلت بالوتين على الأسفلت طارم في الرياح اتباعدا اتنافرا واختطل في طرف الظلط تفتو تناهد غربتي الماضي وضعك استراح ولا الحاضر الواقع المرير عاود في ضوء أمل صباح الغيمة ما اهتمت على قول النجمات الوش اتغوشا وصفك زمان ما كنت تمساس للوهم على الطبيعة السمحة في البرتغال الفيك بتنجب قبل أيام مضرطة انغسل من أول جديد انسلي من تحت الجليد من كل شبابيك العتيم والمظلم وخليك في خط الاستواء خليك في حكر السنابل والقناديل اللي بيعرف الله يا مضرطة وشفتك الغيمة تشخي في كبارة الحلم وأبد تولع شمعتك وآخر سحاب وقع انكشط شرط آخر سحاب وقع انكشط شرط السحاب وفضح بجيهك. يا سلام. أنا أبتكي بصورة جميلة جدا. إذا الواحد تخيل يعني الفكرة دي هي جميلة جدا. أنا لاحظت من خلال قصائدك أنت بتستخدم رمزية في الكتابة. والرمزية في الكتابة دي طبعا حاجة جميلة جدا وحاجة معروفة ومعهودة في المجتمع الشعري أو في الكتابات الشعرية عموما. رمزية كانت للغزل، رمزية كانت للوطن، للمحبوب، لغير من القصائد المختلفة. أكثر القصائد اللي بتميل فيها للرمزية هي لشنو؟ هي للوطن، يعني هسه حاليا هي دي اختزال نصها في الوطن. يا سلام. وهي بتحكي عن الانعتاق عشان أنا أجدع المفاتيح للمستمع والمشاهد عشان يعرف إنه النص ده مفاتيحه هي الانعتاق. يعني كيف يعني السودان يعيش بخير وسلام ونكون نحن بحاجاتنا ودائما ابدا نثق في تراثنا نثق في حاجاتنا نثق في كل شيء وانه يعني حاجاتنا اجمل اذا نحن قدمناها بصوره اجمل. يا سلام. يعني دائما في الكتابات في حق امنيات في الذات في تحقيق ذات في يعني اظهار حاجات ممكن تكون خاصه في عند الانسان ما مدركها الجميع. كيف من خلال الكتابات الشعريه نعرف ذاتنا ونكبر ذاتنا؟ طيب اولا الذات لما نتكلم عن الذات نتكلم عن سيدنا ادم.
سيدنا آدم وهم حواء وكل الناس طبعا خلقت من نفس واحد. فأي إنسان إذا أنا بحكي عن ذاتي نفس المشكلة بتاع ذاتي بتكون لذات ثانية. يعني لو عالجت مشكلة نفسية ممكن أعالج مشاكل أي ثانية يعني بتاعت أنفس ثانية. ليه؟ لأنه دائما بقول لك يا أخي أبدأ بنفسك. نعم. إذا أي زول بدأ بنفسه وعالج في أي علة أو أي حبكة جديدة أو أي عقدة قدر حلها جواه وطلع الحاجة دي على إنه أنا التجربة بتاعتي حليت عقدة جواي ودي الطريقة، أي زول ثاني ممكن يجرب نفس الطريقة دي. يعني معناه إنه أنا لما أعبر عن ذاتي بالتأكيد بعبر عن ذوات تشبهني أنا ذاتي ممكن تحل مشاكل بتاع ذوات أخرى. تمام. يمكن إحنا لاحظنا في مختلف المجالات اللي سواء كانت شعرية أو غنائية أو غيرها من المجالات الإبداعية إن المبدي ده دائما بيكون عنده قدوة أو متأثر بواحدة من الشخصيات سواء كان في الفن أو في الشعر. لما نتكلم عن الشعر حميد ربنا يرحمه يعني عنده باع كبير جدا القصائد، الحلنجي رجم وجد الحب وكثير من الشعراء ممكن يكونوا موجودين في المجتمع السوداني عندهم إسهاماتهم، وأنا كشاعر خاش المجال ده لا متأثر، لكن أنا كيف أقدر أظهر شخصيتي؟ لأنه أنا بشوف إنه في بعض الشعراء والشاعرات بتلقى الواحد حتى في طريقة الأداء لابس شخصية شعرية أخرى. في الحقيقة في مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني هي مشكلة متفق معي. نعم في مشكلة كبيرة جدا جدا في الفهم بتاع يعني إنه أنا كيف أتميز بالمدرسة بتاعتي أو أنا كيف أكون أنا ذاتي يعني. أنا أكون أنا ذاتي يعني أنا. أنت عبر عن نفسك. عبر عن نفسك. نعم. أول حاجة عندك الأدوات الخاصة بك. يعني أنا ما معنى إنه أكون ظل إنسان. على الإطلاق ده ما إبداع. نعم. الإبداع أنك ممكن تقرأ الإنسان ده. وما تقرأ الشعر بس ذاته يعني ما تجيب على قراءة الشعر إنه أنا خلاص بقرأ الشعر على أساس إنه بس خلاص أنا أبقى شاعر. أقرأ أي حاجة ثانية يعني غير الشعر أقرأ أي حاجة ثانية، أي كتاب أي حوار إن كان له علاقة بالاقتصاد له علاقة بالثقافة له علاقة بأي شيء أقرأ. يعني أعمل لك مكتبة أقرأ مكتبة مثقفة إن شاء الله من 10 كتب إطلاق على الحاجات بكون شخصيتك يعني كل ملحقاتها وكل أدواتها. ده أنت كفنانة وكشاعرة وكغيره يعني بعد ده بيخليك أنك تكتشف حاجات جواك. أول حاجة يعني لو ما اكتشفت الحاجات جواك بالتأكيد بتكون ظل لآخرين. صحيح. يعني بتكون ظل لآخرين. حتيجي تلقى حميد استفزك في بعض الحاجات أنت ماشي في مدرسته. صحيح. طيب حميد ده مر بحقبة معينة في زمن معين أثر له ظروف معينة صنع نفسه والناس كلها عرفته. بيبقى السؤال انت منو؟ انت هويتك شنو؟ صحيح. طبعا طبعا خلاص انت جاوب على السؤال ده وارجع اشوف نفسك انت منو؟ اذا لقيت الجواب ده بعدك راجع نفسك واقعد مع نفسك حطها في كرسي بينك وابدا انغض شكل المرشد الداخلي جواك. اذا ما قادر استعين طوالي بمرشد انه يكون استاذك ويوريك طريقك الصح شنو؟ لانه انت براك ما بتشوف مساق كلها، انت تشوف مساقات معينه لكن الزول اللي غيرك اللي هو معرفه ولو باع في الشده كده يعني او نافذ في المنحه ده يمكن يوريك انت شنو اذا ما قدرت تعرف انت هويتك. يعني نعم. نسمع نص. المهم حصل الحصل. رأيت المهم حصل الحصل عكس التوقع والأمل. ما يعني كان في إيدي إيه لك ما عملته عشان أصل أهم عيون بكايا ما عرفت تجيب للريد حل واه من قلب هم وحجوع فتش عليهم محل محل حل العشر ساعة الوداع قبل المسافات تبيت وفاكرك يجب عمره الوحيد تجبر بخاطر وتسعده ودي الذكرى يا ما تجيبه لك لحظة عيونك تفقد ولكن خلاص روح بعيد لم لم حنين وخاط ترحل ولتكن أنا ريدي لك وبحل عليها الماضي بعض وبتمنى من كل الوعود تكتبني في حاضرك غياب حتى الملامح تكتفي خلف النجوم خلف الرباب وسط ستار المياه دروب مهدد لك
تشعلي المحل. يا سلام، أنا سعيدة جدا بالتجربة، بتمنى لها التوفيق، بتمنى إنك دائما تكون يعني متجدد منطلق في عالم الشعر، عندك كمان مشاركات نسمع بها خارجيا، ونلقى اسم شاعر الشاب وهيب يعني موجود في كل المحافل الشعرية. شكرا لحضورك، نورتنا كثير عبد الغفار الواصل. شكرا لك. الله أستاذ الله مشاعر لك ومقدر، وإن شاء الله تكون المادة هي مادة لم تكون مغول تكون جيد إن شاء الله، وتكون مادة جميلة. متواصل مع كل مشاهدينا، وفي هذه المرة نتحدث عن ثنائية أو ثلاثية لحنية جمعت حسب سليمان وسيد خليفة محمد عيسى، وإنت أجمل زهرة ندية. Yeah.
اكتر واكتر تحلف عيني حبك بيكبر. ولو تحية لكل المشاهدين وكل المتابعين، وتحية للفنان الشاب محمد عيسى. متواصلين من خلال هذه الفقرة من ظلال الأصيل، تحية لكل الشعب اللي دائما بيدعم الكلمة والحرف ويدعم التعليم في السودان من أجل نهضة كبيرة جدا نحاول نقدمها من خلال أفكار ممكن تكون مختلفة بقدمها كذلك الشباب في السودان. ودائما الشباب شباب العزة هم موجودين في كل المحافل، كل الأعمال الطوعية، بكل الأفكار المختلفة. في هذه المرة فكرة جميلة وجديدة بتحكس مشروع الشعب المعلم. سعيدة جدا إنه أنا يكون معي في هذه الفقرة السيدة فاطمة الرشيد أبو شامة، نائب المنسق العام لمشروع الشعب المعلم. بالتأكيد شعبنا معلم. أهلا بيكي. صح، كلنا شعب معلم. بالتأكيد. أهلا بكم. أهلا بيكي. والفكرة والهدف من هذه الفكرة الشعب المعلم. طيب، الشعب المعلم نتاج لتطور أفكار كثيرة شديد بديناها في مشروع آخر برضو، واحد من مشاريع تعليم بلا حدود اللي هي مشروع شعب المعلم، جزء من مشاريعه كان اسمه مشروع إصلاحية الجرف. أنا ابتديت كمتطوعة في مشروع إصلاحية الجرف، أنه إحنا كنا مهتمين بتمليك وتحقيق الحق الأساسي في التعليم لأطفال الإصلاحيات، اللي هو ده بيكون جزء من البرامج التأهيلية حقتهم، لكن كان بيكون فيه أحيانا قصور، فيه مشاكل. وقمنا قلنا طب نحن يعني كمجتمع سوداني ممكن إحنا مع بعض نكمل الحاجة دي، نزيد عليها لحد ما تصل لحد الكافي بتاعها. فكان في جزء من الأطفال عندهم ممتحنين للشهادة السودانية، وفي شهادة سودانية أساس ما بيفوتوا 7-8 أطفال من مجموع كم 70-100 طفل في الإصلاحية، أعمارهم تتراوح من 12 سنة لحد 16 سنة في إصلاحية الدريف أريب. في جزء كبير من الأطفال متسربين من المدارس أو لم يسبق لهم الالتحاق بها. فكان سؤالنا إنه الناس دي الحل شنو؟ مصيرهم شنو؟ فالحل جاءت فكرة، هذه الفكرة يعني فكرة الشعب المعلم. إحنا شعب دائما بندعم التعليم بصورة كبيرة جدا، يعني حتى زمان يعني يقال إنه الأمهات والحبوبات زمان بدري هم ما متعلمين، ولكن بيدعموا أولادهم في التعليم. يعني تلقى الوحدة بتصحى 3 صباحا عشان تصحي واحد من أولادها عشان يقوم يذاكر إذا هو ممتحن. ففكرة التعليم هي موجودة فينا لكل هذا الشعب السوداني بكل فئاته المختلفة في أي مكان في السودان. إحنا ندعم التعليم، بنحب التعليم، بنحب نكون عندنا معلومة. فأنا بفتكر إنه في فئة مستهدفة من خلال هذه الفكرة الشعب المعلم. يعني ممكن زي ما تحدثتي عن الإصلاحيات وأطفال الإصلاحيات، ممكن نتحدث عن الأمية بشكل عام في السودان. أيوة، اللي هو ده مجال اهتمام مشروع شعب المعلم نفسه. يعني مشاريع تعليم بلا حدود كلها هي مهتمة بالقضية التعليمية،
وتحسين وتطوير البيئة التعليمية. الشعب المعلم هدفه الأساسي ورؤيته ورسالته هو تقليل أو الحد من أو يعني زي ما إحنا بنقوله بقولك أنت ما بتقول أمحي الأمية كلها، لكن أي صح إحنا عايزين نصل لأنه بقى عندنا نسبة الأمية في السودان صفر. الإحصائيات الأخيرة بتتكلم عن أنه هي قديمة شوية لكن آخر حاجة من 2011 إحصائيات تبع البنك الدولي ومن قبله التعداد السكاني بتاع السودان 2008 أنه السودان فيه قرابة 9 مليون أمي وهذه أكثر من 961 ألف حي بالشكل ده. دي إحصائية حقيقية، دي آخر إحصائيات عملت في 2011 وهي قد تكون زادت الآن، هو المحتمل الأكبر أنه زادت نقص يعني هي زادت معنا قصة. ليه؟ لأنه إحنا عملنا شنو للناس اللي خرجت من السلم التعليمي، عملت لها شنو؟ وفي نفس الوقت انا عندي ناس ممكن تكون لسه قاعده تسرب من السلم التعليمي بسبب الظروف، يعني ظروف كثيره. لكن دي احنا بنقول على أمية، الأمية يقصد بها شخص متعلم خالص يعني ما كتب ما قرا، ايوه، وما عنده برضه صح في نوع من انواع التعلم هو عنده علاقه بانه انا بعرف شنو بجيت شنو في الحياه، غير حكايه احنا بنقصد الاميه الابجديه، حكايه مهارات الكتابه والقراءه يضاف عليها انك انت تكون داخل في الاحصائيات الرسميه لوزاره التربيه والتعليم، عشان دي المكان الرسمي اللي انت بتمشي منه تقول احنا عدد المتعلمين في السودان طالعين شهادات كذا، ما وصلوا هنا كم من التعداد السكاني السوداني، حسب ما يوازي 26% من السودانيين لم يكونوا يتعلموا ما عندهم شهادة، قد يكونوا زي ما هسه ذكرتي احتمال يكون عنده بيعرفوا يقرأ ويكتبوا صح، لكن غير ما انك تعرف تقرا وتكتب انت كملت وصلت المؤهل المفروض يعني ايوه نعم. اللي هو حيساعدك في باقي تطورك المهني والحياتي حياتك عموما صح. حياتك العملية حياتك يعني عموما ونجاح مرتبط بالتعليم في اغلب المجالات. في فئة برضو انا بقيف عندها دائما اصحاب الهمم والمهارات، اصحاب الهمم العالية انا نعم. بفتكر انهم برضو مظلومين، يعني دي شريحه مهمه جدا، اكثر ما قادر يكمل تعليم بالنسبه لظروفهم وكده يعني. عشان كده هنا بتجي فكره انه التعليم ذاته عشان انا اسميه تعليم جيد مفروض يكون موائم ومناسب لكل الفئات محور التعليم او كل الفئات صح، مبدئيا يتضمن كل الفئات، ولو عندي حالات خاصه انا اعمل حاجه اللي بتناسبها هي. في الشعب المعلم عندنا كان حالات خاصه وكان من الناجحين يعني، يا سلام الحمد لله اصحاب الهمم ايوه. فكان حكايه انه احنا اصلا في حاجه اسمها الفروقات الفرديه، يعني اي معلم بيكون عارف انه في الفصل عنده حاجه اسمها الفروقات الفرديه. يعني بكون عندي بقول انه متوسط اطفالي في الفصل او الدارسين اللي معي او المشاركين اللي معي هيقدروا يجيدوا مثلا انا بضع الاهداف حقتي حقت نهايه العام كذا 1 2 3 وحقت اي الدرس ذاته. في نفس الوقت انا المفروض اكون مستصحب، ممكن في زول يحتاج انه احنا زي ما كان احنا مثلا نقول التكرار بتنوع عيد الحاجة ثاني، أو قد صحيح. يكون أصلاً ده ما مجال اهتمامه وما مجال قدراته وهباته لرب العالمين أداله. نعم. التعليم الجيد والمعلم الجيد هو مهمته إنه يشوف أنت بيناسبك شنو، أنا ذاتي أختار لك شنو. دي واحدة من الحياة المهمة اللي أنا في برنامج أو مشروع شعب المعلم برضو، لأنه يعني بالإضافة لتمديك تحسين القدرات بتاعت الكتابة والقراءة محو الأمية الأبجدية وتحصيل الشهادات من المعتمدة طبعاً من الوزارة وزارة التربية والتعليم، بحيث انه انا بعمل في حاجة اثر هناك مقاس، انه في النهاية بعد كم سنة نجي نقول راح نحسب كم من السودانيين متعلمين وكم ما عندهم شهادات، باعتبار شهادات هو المؤشر بتاعي. فانا اقوم القى في فريق معاه عشان اضمن الجودة، اذا هنا كده ضمنت العدالة او المساواة، انه انا خلقت فرص جديدة من خلال مراكز الشعب المعلم لفئات عمرية مختلفة. احنا مقسمين الاربع فئات من الاطفال حتى الكبار اللي بيكون قلنا فاتهم السلم بيدعم كل الشرائح العمريه، كل عندنا اربع فئات اساسيه حسب برنامج الوزاره المجلس القومي للمحو الاميه وتعليم الكبار. بعد ما انا ضمنت لك فرصتك في انك انت تاخذ مقعدك في التعليم، مفروض نمره 2 اضمن انه التعليم ده يكون موائم مناسب مستمر لك، ايوه، وبيخليك انت زي ما احنا دايما بنقول النسخه الافضل من نفسك، انت هباتك شنو قدراتك شنو، لانه حتى الحالات الخاصه واصحاب الهمم لو انا دخلتهم باعتباره انسان كامل، لكن احنا عندنا فروقات فرديه، انا وانت ما زي بعض، انا وانت وفي ناس مختلفه في الشارع ما، لكن احنا نؤمن بفكره الدمج، يعني عشان انا احسس الانسان انه هو زول طبيعي، لكن حي طبعا بتحتاج مرحله معينه، يعني انا اشتغلت مع زول في حاجه معينه عشان اوصله مرحله الدمج. انا حارجع معك لحاجه مهمه، المنهج
الأكاديمي بيدرس في للشعب المعلم. أيوة. هل هو متوائم مع المنهج الموجود في وزارة التربية والتعليم؟ خصوصا انه انا عارفه انه في فئات عمرية مختلفة. أيوة. ممكن يكون في زول عالي في زول كده، يعني الفصل ما بيكون متوازن زي دا الفصل الدراسي العادي. دي طبيعة الحياة اصلا، الفصل عبارة عن تجربة حياتية قاعدة كده. دائما انا قاعدة اقول المدرسة، المدرسة عبارة عن تجربة حياتية إنسانية كاملة فيها ناس كتار مختلفين قاعدين مع بعض. أنا عايزة نطلع بأهداف، إحنا كلنا مشتركين في نحن دارين الأهداف دي، المعلمين والمشاركين والبيئة المحيطة وناس الحلة في المدرسة أو المركز. إحنا حنطلع بالأهداف اللي ممكن تخدم الشعب المعلم، وعندنا برضو محطة عن الشعب المعلم. أنا بأمن إنه في حاجة اسمها من المهدي إلى اللحظة. التعليم ما له سن أو ما له وقت أو ما له عمر معين. حتى في القرآن ربنا قال اقرأ تدعية يا رب يحفظ، ما ننسى وفيد من حح ربنا بحين يسمع أصوات عباده. شنو الدعاء؟ صالح عليه بالدعاء إنه ربنا ينبيه ويسبك. شنو ناس فراغ. تحية ومحبة من جديد، مرحبا بك مرة ثانية. وشفنا المحطة يعني فيها مجموعة من المشاركات سواء كان من خلال الكلاس أو الفصل، واستطلاعات برضو يعني مع سيدات كبار في العمر. الصور كانت من أول شيء زينب الكنزي، واحدة من السودانيات تعلمت. إحنا شفنا الفيديو حقه وحبينا نعرضه للمشاركين الجدد الجونة في المركز حق الشعب المعلم الأول اللي هو كان في بوري، مركز الشعب المعلم واحد دي كان منها أول انطلاقة يعني. بقى الآن عندنا مركز الشعب المعلم 2 في أم بدة أم درمان، وفي برضو مركز الشعب المعلم 3 في الفاشر. كل المراكز دي هي فكرتها إنها قامت بجهد شعبي من أولاد المنطقة، إنه هم الخطوات حقتها بسيطة جدا، إنه أنت مشروع الشعب المعلم الأم يعني بيوفر العلاقات مع المجلس القومي المحل الأمية وتعليم الكبار، بحيث إنه تقدر تسجل المركز بحيث انه بيبقى مركز حكومي شغال بجهد طوعي من اولاد الحي. هم بياخذوا حاجه اسمها ورشه لتدريب الميسرين على المناهج حقت تعليم الكبار، وبعدها بيفتحوا التسجيل. نفس المتطوعين ذاتهم بيكون عندهم مهام اداريه وبيكون عندهم مهام داخل الفصل اللي هم معلمين او ميسرين زي ما احنا بنسميهم. مشاركين بيكونوا اهل الحي، يعني احنا فكرتنا انه حنبقى المركز الشعب المعلم 1 2 3 4 5 لحد 100 في كل احياء السودان، بحيث انه نحن كمجتمع سوداني قادرين نسهم في اننا نحل المشكله بتاعت الاميه دي، باعتبارها هي اصلا مشكله مجتمعيه. في البدايه كنت سالتيني عن المناهج حقتنا، احنا قاعدين نجيبها من وين؟ المناهج بتاعتنا هي المناهج بتاعت المجلس القومي للمحل الاميه وتعليم الكبار التابع لوزاره التربيه والتعليم. عملوا حاجه يسموها المناهج المسرعه. المناهج المسرع معناها شنو؟ ما احنا زمان كان عندنا الفتره بتاعت الاساس هي عباره عن 8 سنوات. انا بشوف برضو على الشاشه صور معروضه. طيب دي صور من مركز الشعب المعلم في ام بده في التدشين. نعم. بتاع المركز ده للدارسات. واحده من الحاجات الجميله جدا انه اغلب الدارسات في الثلاثه مراكز المفتوحه الان قاعدين يكونوا من النساء. يا سلام. نساء وبنات كتار جدا.
زي ما حكيت قبل شوي كانت تتكلم يعني خالتنا زينب عن انه هو التعليم ده ربنا اول حاجه قال اقرا ما عنده عمر حقيقي ما عنده عمر. في كثير شديد يعني بواقع الحالتنا اللي بنسالهم واحده من الحياة اللي بنعملها ليه وقفتها وقفتها كم سنه دائما اجابات النساء والسيدات وقفتها تزوجت وبقي عندي اولاد مسؤوليه وانه انا اكون طالعه امشي اقرا برضه. عشان كده واحده من اهم الحاجات اللي بنعملها في المراكز حقتنا انه العملية التعليمية دي بداية من زمنها بتكون موائمة ومناسبة للدارس أو المشارك والمشاركة نفسها. دائما إحنا بنشتغل بالعصر ونكون شغالين في مدارس الأساس تحت الحي لأنها هي بتكون دائما جوا الحلة وبتكون قريبة وبيوت الناس جنبها والفترة الزمنية من الساعة 2 لحد الساعة 4 أو 5 دي بتناسب السيدات والأمهات حتى الناس الشغالين الكبار باعتبار إنهم عندهم نمط حياة بيخليه ما زي الأطفال الصغار شغلهم لأنه بيمشوا صراحة المدرسة. طيب فكرة الشعب المعلم ده كلام جميل فاطمة. أكيد فكرة جميلة لكن التغطية وصلت وين؟ هل الحاجة دي مستهدف بها بس الخرطوم؟ الحاجة ولا في يعني أماكن أخرى مستهدفة؟ المشروع شعب المعلم مستهدف به السودان كله. إحنا سمعناه شعب معلم لأنه إحنا قاصدين إنه نحن الشعب السوداني زي ما في القصيدة المشهورة عندنا اصلا الروح حقت التكافل المسانده وندعم بعض. فنحن كلنا هنشكل المراكز حقت الشعب المعلم في مختلف بيئات السودان. اصلا المشروع معمول بحيث انه يكون سهل التطبيق والموائمه في ولايات السودان المختلفه كلها. زي ما قلنا بدينا من 1.5% في اي مكان فيه حوجه في اي حله صغيره فيها في فكره وتنطلق يعني تنطلق وعمودها الاساسي شنو؟ ونحن ذاتنا الشعب السوداني زي عشان كده سميناه شعب معلم. انا بفتكر انه انا في نفس الوقت معلمه ميسره للغه العربيه مدرسه اللغه العربيه في المركز بتاع بري. فانا ما قاعده اشوف انه انا بس اللي قاعده ما انا بس اللي بدي معلومات انا قاعده اطلب معلومات ثانيه برضه بستفيد. انا شايف انه العمليه التعلميه تشاركيه. طيب الشعب المعلم انا من خلاله ممكن امتلك حرفه بعد التعليم في هذا النوع يعني من المجال او الفكره. طيب. الشعب المعلم المشروع عنده 4 محاور اساسيه. احنا بنفتكر انه 4 محاور اساسيه دي هي كلها طرق وسبل للتعلم. نعم. واحد منها بس البرنامج الاكاديمي اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. البرنامج الاكاديمي اللي هو في داخله محو الاميه الابجديه وتمليك الشهاده من الوزاره اللي هو دي الحته بتاعت الاحصائيات اللي احنا مهتمين انه في الاخر احنا هنجي بعد فتره هنشوف في كم اخذوا شهادات. صحيح. ودي الحاجه اللي انت بتقدر تقيس بيها عندك مؤشر كان نجاح المشروع يعني ايوه هتقيس بقى انت وصلت حققت هدفك ولا لا مشروع حاجه تقدر تقيسها. نعم. فهو كبير وبفتكر انه هو محتاج لدعم. معلش انا قاطعتك لانه عندي كلام وخايفه الزمن ينتهي. بفتكر انه مشروع زي ده بيحتاج لدعم. من وين بيلقى الدعم؟ الدعم حق الناس ذاته. زي ما رجعنا ثاني قلنا الشعب المعلم واحده من اهم الحاجات المنطلق بها المشروع. تغيير تفكيرنا نحو انه نحن لو عايزين نعمل مشاريع تنمويه هنعملها كيف؟ دائما الناس طبعا التعليم باعتباره رافد اساسي من الروافد اللي هي ذاتها بتحقق لي التنميه. انه الناس يكونوا قادرين. نعم. قادر معناه قادر يستغل الهبات والمقدرات رب العالمين هباه لها. نمره 2 منتج. دي فيها بيجي شنو؟ انه بيعرف يقرا ويكتب. انا قاعده اقول لهم طوالي قصتي القرايه والكتابه دي مهاره بسيطه. شباك تفتح شباك صغيروني كده وراه محيطات وبحار وانهار وحاجه كده لا تنتهي من المعارف المتراكمه عبر التاريخ الانساني ده. الناس من كم وكم بيكتبوا يعني. صحيح. في كتار من الدارسين او المشاركين بيحبوا انه يقولوا احنا عايزين نقرا جزء من المحافظات لاجزاء من القران لكن بيقولوا احنا عايزين نقرا. فده نوع من المعرفه اللي بتحقق للانسان انسانيته. فالجزء الاول اللي هو المحور الاكاديمي. الثاني اسمه مسمينه محور المهارات الحياتيه اللي هو ده فيه حكايه انه التعليم يكون مستمر. انا يكون عندي مهارات زي انه انا بعرف اتواصل مع الناس بعرف اقدم نفسي بعرف ادير المشاريع حقتي خصوصا الشرائح مختلفه. انا بفتكر الشعب المعلم مشروع كبير من اللي هو النجاح. انا شخصيا على المستوى الشخصي منى عبد الهادي بدعم المشروع ده وبدعم الفكره دي لانه التعليم هو اساس الحياه ومن خلاله ممكن امتلك حرفه وامتلك عمل. شكرا فاطمه ابو شغمه. شكرا لوجودك معنا نائب المنسق العام للشعب المعلم. هذه الفكره الجميله بتمنى من الدوله يعني تلقوا الدعم والمسانده من كل افراد الشعب السوداني. انا مفتكر انه دي واحده من المشاريع المهمه جدا في الحي المقبل. شكرا لك وكل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا. يعني حنذهب مباشرة لواحدة من الأعمال الدرامية في السودان والدراما دائما عندها يعني مفاصل رسالية بنقدمها للمجتمع السوداني من خلال القوالب المختلفة. عبد الرحيم قراني وقسم الله الصلاحي وشكرا لخلف الله في هذا العمل. مهمة 56.
شو انا عاوز دكتور. ليش انا عاوز دكتور. مالك يا عم عباس؟ اخ تعبان انا ما كويس. انت كويس؟ لا ما كويس. كويس انت؟ انا ما كويس. كنت عاوز دكتور يا جماعه. عاوز دكتور بعد ساعه. اخ ساعه تمام انا انتظر الدكتور. ان شاء الله يا عم عباس. اخ طيب ممكن امشي الحمام؟ جدا تفضل. اخ ساعدك؟ والله اقول لك سيبت الحمام حانتظر الدكتور. اخ 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 يا دكتور انت وين يا دكتور؟ كسبك يا عباس. سبحان الله يا سعيد ما تغيرت يا خليفتك والله. لحوش ابوك حسين. هيا سعيد بعد ما اكلت تمام اشرب المويه البارده دي. هاك يا سعدي مالك فتره كده وسرحان يا سعيد يا اخوي؟ ليلى ليلى ها؟ لا مش ليلى هدى هدى ليلى ليلى انا الرفاعي الرفاعي ود المجذوبة حسين المجذوب الشاعر ده؟ الشاعر المجذوب ابوي ابوي انا انا منو؟ انت سعيد حسين سعيد واخوك سعد وين؟ ولا نسيته؟ لا لا انا دكتور سعيد حسين سعيد ثلاثة دكتوراه امراض الانسانية الحمد لله اللي ذكرته. انت كنت وين؟ الناس لا تحل قلب عليك الواطة لف عليك شرق شرق وغرب شمال وجنوب اجابك هنا منو؟ كيف تذكرني؟ قلت لي انت منو؟ انا الرفاعي يا سعيد مالك؟ انا الرفاعي ود المجذوبة حسين الا ابوي الاول وابو حسين الثاني. لا نحن الاول. الاول نحن؟ قلت لك نحن الاول. نحن أصحاب حضارة وقدمت الكثير. حضارة شنو؟ أنا الرفاعي ما عرفتني؟ عرفتك. أنا منو؟ الرفاعي قبال الطير. لا لا يا سعد أنا لا يمكن أقبل منك هذا. صحيح إني احترمك وأقدر مجهودات الطعانة لكن لو سمحت إيش أسمع؟ إيش أسمع بعد كلام صاحبكم هذا؟ وإنت ما دفعت عن نفسك؟ أرجوك اسمع. لا أريد أسمع لا أريد أعيد بس هذا الكلام ما يتكرر تاني. بس حقك اسمعني. لا أريد لا أريد. إنت ما بتفهم؟ لا أنا بفهم. أفتكر بعد 30 سنة معاكم أفهم كويس. أنا آسف بس يا سعد الحقيقة أنا تفاجأت. أنت الكلام ده ما صحيح. كيف مو صحيح؟ كل الأوراق والتحويلات اللي اتوجدت في مكتبك بتقول إنها تبعك. صحيح نبي بس مش زي ما أنت فاكر أو زي ما هم فهموك إني بخون الشركة اشتغل من وراه بأوراقها. ايش يعني؟ انا طرطوم؟ ماني بفهم؟ اسمع يا سعد انا بفهم زين واقدر ادير الشركه بدونك. ما تفتكر انك العبقري اللي لغيرك حاضر واجلس ابكي. لا يا استاذ سعد. يا سيد احمد عمري ما فكرت في الحكاية. خلاص خلاص امشي شوف شغلك. حاضر.
نعود من جديد وتلاقي مختلف عبر ظلال الأصيل وفقرة قادمة كسور وبواقي في الحياة اليومية. تحية للزميل العشاي وهو دائما بيمتعنا بهذه الفقرات المختلفة، وسعيدة جدا أنه يكون في صحبتي واحدة من المطربات والفنانات المميزات الشابات شهد أم روابة. سعيدة بك يا شهد وبتجربتك، وأهلا مرحب بك نورتينا. تسلمي والله، مرحب بك أنت، شرفت بك شديد والله، تسلمي. تحية ومحبة وتقدير. نورتينا بقناة الشروق، أول مرة دي قناة الشروق صح؟ أول مرة أيوة. لك التحية والتقدير. تسلمي. نحن نتكلم كالعادة عن البدايات ومن دعمك في بداياتك، لكن خلينا في البداية نمسي على كل مشاهدي قناة الشروق بلحن وبأغنية جميلة تقدميها للمشاهد الكريم. هتغني شنو؟ هغني صورتك الخايف عليها. يا سلام. للأستاذ عبد الله البعيو. الشاعر حسن الزبير. يا سلام. الله ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. نعم. تفضلي نسمع. إن شاء الله. نعم.
يعني. خايف عليها. شكرا لك يا شهد. شكرا لك. تسلمي تسلمي كثير والله. شكرا لهذا الحماس ايضا في الاداء والفرقه الموسيقيه المصاحبه. مساء الخير عليكم. شهد يعني دائما انا بحمس المراه وبحفز المراه في المجالات الابداعيه، دائما بديها كامل الدعم في مجالها خصوصا اذا كان ابداعي. خلينا نتعرف على شهد اكثر، وبتين بدت الغناء؟ والله انا بديت اولا حاجه اسمي نضال آدم من مروابة، أصولي في مروابة، حي راس مروابة كلهم. شهد ده اسمه حركي؟ أيوة اسم حركي، اسم الشهرة وكده. بدأت بداية كانت يعني تماتيم كده وبدايات
لكن هسا بتمشي للغنى الحماسة ولا السيرة ولا غنى عام بديتي كيف؟ بس أيوة كنت بحب الحماسة شديد، بس يعني تقريبا كده أقول لك إنه أنا وصلت لإنه أشتغل سيرة. اتجهتي إنه أشتغل سيرة بس. زمان كان عندك مشاركات وانت في المدرسة مثلا في طابور الصباح في مكتب. أيوة أيوة كنت بشارك، كنت بتغني برضو؟ بشارك بغني الأغاني الكبيرة. شاركتي في الدورة المدرسية برضو؟ أيوة شاركت في الدورة المدرسية في الأغاني، يعني في برامج كثيرة كانت بتحصل، كنت طوال متحمس يا سلام إنه أنا أشتغل فيها وكدا. طيب إحنا ناس متحمسين ودارين نسمع عمل تاني طوال، ما في أي مشكلة. هنسمع سيرة. شنو؟ سيرة. أوكي. عمل خاص. عمل خاص. الأغنية الكلمات الشاعر السنيور حلبي. من هنا بحييه. نعم. تسلم. تفضل. Thank you.
شكرا شهد، جميل جدا. ويعني ونا الحماسة ونا السيرة دائما هو اللي بيوحدنا في المناسبات وفي الأفراح، ودائما هو المطلوب يعني في كل المحافل، خصوصا إذا كانت زيجات وغيرها. الكردافة هل الطيبين أنا بحييهم من خلال هذه المساحة، وأنا بفتكر إنه واحدة من الموروثات الجميلة جدا برضو يعني الاهتمام بغنى الكردافة، الاهتمام بهذا النوع من التراث الكردفاني الأصيل اللي بحبه كل السوداني. أيوة نتكلم عن الحتة دي، الغنى الكردفاني والتراث الكردفاني جهد. أيوة الإغاعة السريع اللي هو أهلي كلهم بحبهم شديد، وهنا برسل لهم تحية وبشكرهم شديد على الفترة الأخيرة اتجهتها وحاولت أعكس الثقافة دي باللغة السريع وكلمات التراث وكذا. كلمتهم بالحلقة دي؟ كلمتهم أكيد. يعني ناس متابعين. أيوة متابعين. طيب حتقدمي لهم حاجة هسا؟ إن شاء الله. طيب نسمع. تسلم. الأغنية هي كلمات وألحان منتصر ضد الفتح كردفاني، وذاته من أولاد كردفان. بقدم له تحية من هنا. نسمع. جلابية سويسرية. نعم. برضه. أيوة عمل خاص. هيك التحية. يا سويسريا ما عطاقية
الموسيقية على هذا الإيقاع الكردفاني. سعيدة جدا بهذه الرفقة الجميلة شهد مروابة وهذه التجربة. وأخيرا حنختم بسؤال أخير. في كثير من الفنانين أو المطربين بيؤمنوا بالتخصصية، يعني واحد يقول لك حغني سيرة بس، لا أنا حغني تراث بس، لا أنا حغني غناء عام. لكن أنا شايف شهد هي أخذت الثلاثة حاجات. بتفتكر إنه التخصصية أحسن ولا الواحد يأخذ من كله يعني حاجة أو من كل مجال حاجة؟ والله هو التراث جميل وحاجة زول بيعتز بها افتخر بها، والسيرة طبعا كل قبائل السودان اللي حاجة بتحبها شديد. صحيح. بحاول إنه أجمع كل الحاجات دي مع بعض بقدر المستطاع إن شاء الله. بتلقى نفسك أكثر حاجة بشنو؟ السيرة طبعا. السيرة يا سلام. أيوة سيدة الموقف السيرة. شكرا لك. شكرا لك شهد مروابة. حنختم بلحن أخير وقبله حنودي مشاهدي ظلال الأصيل في كل مكان اللي تابعونا ورافقونا من خلال هذه الحلقة اللي ابتدرناها يعني حوار مختلف كان لشاعر شاب وهيب، وأيضا تحدثنا عن مشروع مهم جدا الشعب المعلم، الشعب السوداني المعلم في كل المحافل خصوصا إذا كان هذا في المنهج الأكاديمي أو في الصرح الأكاديمي. وأخيرا ختمنا بشهد روابة اللي معروفة بنضال أحمد آدم، طبعا ده اسمها الحقيقي نضال آدم. والتحية لكل أهلنا في روابة، والتحية خاصة جدا للفريق العامل اللي دائما بيقوم بهذه الرفقة وهذا يعني المشوار الممتد دائما. بكرة تيم جديد وفريق جديد وحلقة جديدة من ظلال الأصيل. كونوا دائما بخير، في أمان الله.
حسين الغابة دنيا جيابة يا سلسل الغابة وعيونك جذابة ما بسيبها قامت ربابة وما بسيبها خليني في جنبك ما بسيب